مشاهدينا، تأكيدا على القيم المشتركة وعلى المسؤولية تجاه بعض البعض وتوضيدا لمسيرة المصالحة والعودة، مؤسسة أديان عم تحتفل اليوم ضمن اللقاء التضامني الروحي السادس بتعاون مع اللجنة الثقافية بالمجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز بهالمشاركة أو بلقاء تحت عنوان معا في سبيل العودة إلى الله والذات والأرض. اليوم تجوفي هني فضيلة الشيخ سامي أبي المنى، وهو رئيس اللجنة الثقافية بالمجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز، والأب فادي ضو وهو رئيس مؤسسة أديان. صباح الخير. صباح أهلا وسهلا فيكم، ينعاد عليكم فضيلة الشيخ. ينعاد عليك عيد الأضحى. كيف العيد لليوم؟ عم تشتغل هيئتك بالعيد؟ طبعا يعني العيد هو تضحية، عيد الأضحى اسمه، يعني لازم الإنسان يقدم حتى بأيام الفرص بدنا نضحى، خصوصا إذا كان العطاء في سبيل التضامن الروحي وتأكيد العودة. إذا بتسمح رح نبدأ مع بيرفادي لنسأله عن يعني عن موضوع هاللقاء السادس. كل مرة عم تعملوه بمنطقة مؤسسة أديان صح؟ وشو الهدف هيك سريعا لمؤسسة أديان، لأنه كنتوا تضيفنا عدة مرات قبل بلقاءات ثانية؟ أنا أولا بدي أعيد جميع المشاهدين كمان بعيد الأضحى المبارك، إن شاء الله يكون كله خير وبركة على الجميع. قول إنه هيدا اللقاء أو اليوم التضامن الروحي اللي مسميه اليوم الوطني للتضامن الروحي عم نحتفل فيه للمرة السادسة، يعني بلش أول مرة بال 2007، وهو بالأحرى يعني بالحقيقة من أولى النشاطات اللي عملتها مؤسسة أديان من أول تأسيسها. كان اللقاء الأول مثلا بمسيدة لبنان بحريسة، وتنقلنا اللقاء الثاني بمقاصد بيروت، الثالث كان بطرابلس، الرابع بصيدا، الخامس كنا بالربوة بمركز اللقاء، والسنة انقلرات بعبي بمنطقة عبي بالجبل. هدف هاللقاء وخاصة بطريقة تنقله بمختلف المناطق اللبنانية أنه يذكرنا كلنا سوا أنه نحن على رغم تنوعنا بلبنان، تنوع الطائفي والمذهبي والثقافي، نحن عنا مساحة مشتركة نقدر نحتفل فيها سوا. بس التأكيد على الأمور المشتركة مش دليل أكثر على أنه نحن يعني بننسى أنه عنا أمور مشتركة؟ اللي كل مرة بأكد أنه نحن شخص واحد ونحن إيد واحدة. يمكن نحن ببلد بحاجة دائما نتذكر، لأنه طبعا عنا ماضي في من الجروحات يمكن ومن الألم ومن الصدمات، بس بنفس الوقت هذا الشيء مهم لأننا حتى بدي أقول تربويا أنا مهم الناس يعني يضلوا متذكرين أنه الخصوصية منا هي سبب للمشكلة. نحن كمان هالتنقل من منطقة منطقة، وكل مرة بالحقيقة بتستضيفنا جماعة خاصة، يعني احنا السنة بعبي وبضيافة يعني اللجنة الثقافية للمجلس المذهبي للموحدين الدروز ومع باقي كمان الشركاء باللقاء. قبل كنا مثلا بضيافة البطريرك غريغوريوس لحام بالربوة، قبله بطرابلس عند مفتي الشعار، يعني استضافة اللقاء من جماعات مختلفة بالنسبة لنا بدل على انه الخصوصية حلو نكتشفها، حلو نتعرف عليها، حلو نكتشف هالخصوصية نحترمها كما هي، وبنفس الوقت نكتشف انه هالخصوصية ما بتمنع انه في اشياء مشتركة بين جميع الطوائف. واهم الاشياء المشتركة بالحقيقة هيدي اساس اللقاء هن القيم الروحية، ونحن بكل لقاء بنحاول نضوي على قيمة روحية مختلفة اللي هي متشابهة جدا يعني تماما، اللي هي مشتركة بين الجميع، ونحن بنحاول نضوي عليها كمان من خلال تعاليم الإسلام على اختلاف كمان المذاهب والطوائف والتعاليم المسيحية. بنحاول نقول انه هالقيمة الروحية بنقدر نفهمها سوا، وبنقدر نشوف كيف كل واحد منا بيفهمها وكيف فهمنا المشترك بيغني هالقيمة الروحية. طبعا مش بس للفكر، مش بس تنفهمها تنقدر نطبقها تنلتزم فيها، يعني احنا الهدف هلا مش عم نفوت بتفاصيل اكثر باللقاء فعليا كيف بيصير. فضيلة الشيخ، ليش اختيار منطقة عبي اللي هي معروفة من ايام التنوخيين انه هي منطقة للعيش المشترك يعني نموذجيا بهالموضوع؟ يعني مثل ما تفضل الاب فادي انه اللقاء السنوي عم يتنقل من مكان الى مكان، تأكيدا على انه كلنا معنيين في هذا الموضوع، موضوع التضامن الروحي. واختيار هاليوم هذا يوم سنوي للتضامن الروحي يعني هو رسالة، لأنه لبنان هذا البلد المتنوع المتعدد بمذاهبه بأديانه بمجتمعاته يجب أن يتضامن. منطقة عباي هي رمز في الجبل للتضامن الروحي، لأنه من أيام التنوخيين الإمارة التنوخية اللي كانت إمارة واسعة واستقطبت يعني كثير من أهل العلم والأديان، ورجعوا إجوا لي الكبوشيين ثم الإنجليين، وكان فيها يعني غنى في هذا التنوع الثقافي والروحي، وبقيت هيك على مدة قرون طويلة، بقيت مختلطة. طبعا مرت فترات كان فيها يعني نوع من هيك الصدمات البسيطة، ولكن كان دائما تعود إلى ذاتها مثل ما هو عنوان اللقاء، عودة إلى الذات. اليوم شو منطقة عبي؟ هل هي منطقة مشتركة؟ اليوم طبعا بالأحداث الأخيرة تأثرت عبي وصار فيها تهجير يعني نتيجة صدمات ونتيجة يعني الحرب اللي صارت، الفتنة اللي خلقت وكلنا تألمنا فيها. اليوم عم ترجع عباي، كانت هذه السنة والسنة الماضية سنة العودة، وترممت بعض الكنائس فيها،
مثل ما ترمم مقام الأمير السيد جمال الدين عبد الله التنوخي اللي كمان هدم أثناء الحرب، فرجع ترمم ورجعنا له، واليوم عم ندعي الإخواننا المسيحيين يرجعوا، لأن كلنا سوا بدنا نعمر الجبل، وكلنا سوا بدنا نكون النموذج الأفضل لهالوطن للبنان. فبعتقد بهمة الكل تشكلت فيها بلدية كمان فيها تنوع من كل الطوائف، اجتمعنا بالبلدية لأن هي شريكي لإلنا، البلدية والرهبنة الآباء الكبوشيين والمصلحة الدينية والتربوية في المجلس المذهبي، وكلنا سوا عم نشتغل لحتى هذا اليوم يكون يوم حقيقة، يوم حياة. يعني هذا بس الشغل للوصول إلى اللقاء لحاله بيخلي يصير فيه هالشراكة المطلوبة وهالتبادل الخبرات والآفكار والآراء، يمكن ما هيك؟ تماما، يعني نحن بنعتبر التضامن الروحي مش شعار، لأنه البلد مليان شعارات وخاصة على هذا المستوى العيش المشترك وغيره. نحن بنحاول يكون دينامية، يكون يعني نوع من التزام، والتزام واقعي وعملي. فهذا قلت لي أنه عمليا في أمور كمان عم بتصير، منها الرسالة اللي حتى تطلقوها بهالمناسبة، وأيضا شارع سميتوش وسميتو الشارع هو تحضيرا للقاء بالواقع، وبالتعاون مع كل يعني المؤسسات الشريكة وبلدية عباي تم نوع من إعادة تأهيل أو تزيين للشارع اللي بيجمع المقامات الروحية الرئيسية بالمنطقة. نعم. اللي فيه مقام الأمير السيد تنوخي اللي هو مقام أساسي يعني عند طائفة موحدين دروز، وبضمن هيدا الشارع كمان في دار الكبوشيين وكنيسة السيدة. إذن هيدا الشارع رح يصير مدخله، عنوانه التضامن الروحي طريق العودة، وهيدا يذكر كل الناس كمان أنه صحيح في جراح مثل ما ذكر فضيلة الشيخ سامي، جراح جاي من الألام يعني اللي انعاشت بالحرب والمراحل السابقة، بس بنفس الوقت نحن بنعرف كيف نرجع لبعضنا البعض، فينا نتخطاها وفينا نتخطاها ونعرف كيف نقدر نتخطاهم يعني بقى. وبهالشارع رح يكون في لافتات بتدل على هالمقامات الروحية المختلفة، تامين مزار عباي، بتتشجع الناس تطلع وتزور عباي تشوف هالغنى الروحي والتاريخي. يعني كمان عباي منطقة جميلة جدا، لأنه الأبنية اللي عم نحكي عنها بغض النظر عن بعدها الروحي والديني حتى تراثيا ومعماريا هي جميلة جدا كمان. أصدرت كتاب فضيلة الشيخ بهالمناسبة اللي هو أرض قداسة وشهادة في غنى التنوع الثقافي والروحي عن عباي. هذا تعاوننا نحن يعني الجهات المكتوبة هون عليه، بلدية عباي والرهبني والمصلحة الدينية والتربوية في المجلس المذهبي، كلنا اشتغلنا على أن يكون، والأستاذ نديم حمزي هو مؤرخ كتب يعني بعض النصوص الأساسية تيدل أنه عباي يعني هي حقيقة مركز مهم تاريخيا كان للتنوخيين، ثم مثل ما قلنا إجوا العائلات المسيحية، وكان فيها مراكز دينية مهمة كثير، من مقام الأمير السيد عبد الله التنوخي اللي هو مزار مهم عند الموحدين الدروز، لأنه هذه الشخصية شخصية روحية تاريخية من حوالي 550 سنة تقريبا، وقبل منه كان في الشيخ عساف من 600 سنة، كلهم لهم مزارات في عباي. السيد عبد الله التنوخي هو الأمير السيد، هو أهم شخصية لأنه وهو كان معروف إمام، أنه محب لكل الطوائف ويساعد الكل، كان محب للطوائف وقدم من أرزاقه وريع من بعض أرزاقه لعائلات فقيرة مسيحية، دلالة على أنه يجب أن نعيش أخوة في بلاد. مين رح يحصل عليه الكتاب؟ بس اللي مشاركين باللقاء أو فينا؟ رح يتوزع مجانا طبعا باللقاء، وفي مجموعة مع الأديان، مجموعة مع البلدية ومعنا كمان، نحن بنوزعها مجانا للناس لحتى تعرف عن هذه البلدة، عن أماكنها الدينية وعن الأعلام الدينيين اللي كانوا فيها. فيها مجموعة كنائس، 4 أو 5 كنائس وأديري، بالإضافة إلى المزارات عند الموحدين الدروز. بس بدي أضيف كمان شغلة، إنه هذا اللقاء ليس فقط لقاء درزي مسيحي، هذا لقاء إسلامي مسيحي، ولكن هالمرة في استضافة الموحدين الدروز. بس هو جامع للكل. الفادي كان عم بيقول، كان عم بيقول إنه رح يكون في عدة شخصيات وعدة كل شباب، كل الطوائف بتكون مدعوة ورؤساء الطوائف بيتمثلوا يعني بهذا اللقاء. دونك مثل ما تفضل وقال فضيلة الشيخ سامي، هو لقاء تضامن روحي عام شامل للجميع، وبرنامج اللقاء بدل عليه بالواقع، لأنه نحن في افتتاح الشارع بالأول بحلته الجديدة، بعدين في مسيرة بتعبر عن الرغبة بالسلام والتضامن الروحي وتضامنا مع كل ضحايا الحرب. تنقول أنه في جراح نحملها مع بعضنا البعض، الجراح اللي نحن حملينا. تنتهي هالمسيرة، المسيحيين بتوجهوا للدار الكبوشيين كنيسة السيدة لا يعملوا صلاة مشتركة فيها الأرثوذكس والكاثوليك والموارنة والإنجليين، الكل موجودين.
المسلمين بمزار المقام السيد بكمان بيأدوا الصلاة، وبنرجع بيلتقوا الجميع بقاعة مشتركة ببيت اليتيم الدرزي اللي عم يستضيفنا من أجل نحتفل سوا بهذا الموضوع. لذلك أنا أولا بدي أقول للناس أنه طبعا هذا الكتاب موجود وبيقدروا يحصلوا عليه، بس بتمنى يشاركوا معنا كمان، يشاركوا باللقاء، كل مدعوين أنه يشاركوا فيه. نحن بنتمنى لكم كل التوفيق بكل اللقاءات اللي بتعملوها. السبت 3 تشرين الثاني 2012 بيعبي قضاء علي لكل اللي حابين يشاركوا باللقاء الوطني السادس للتضامن الروحي. شكرا لكم، ينعاد عليكم. شكرا. بريك مشاهدينا ومنتابعين.